وردة سرها المحبة. مع سمحت شيف، ما سهل هالبنة. سفير لامباسادور دو غو ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مام معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما، وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال كيما العاده من اثنين للجمعه من 9 ل 11 متاع الصباح. اليوم عندنا برشا مفاجات. اليوم تشرفنا معالي وزيره المراه السيده نزيهه العبيدي، اللي باش نحكيو في برشا حاجات، باش نحكيو على المسنين، باش نحكيو على كل ما يهم الاسره التونسيه، المسنين، الشباب، الطفوله، كل شيء. نعرف الوزاره هذه وزاره حساسه برشا، ونعرف اللي برشا اسئله وبرشا حاجات تحبوا تعرفوها على الوزاره وعلى الانجازات متاع الوزاره هذه. بيان سور بتشرفنا بعد معالي الوزيره السيده نزيهه العبيدي، باش تعطينا اكثر اضافه واكثر معلومات على ايش صاير في الوزاره. دونك مش باش نطول عليكم برشا، الاركان الكل اللي تعودتوا عليها كيما اليوم، باش نكون بحدنا مستشارنا القانوني، باش يكون عندنا الفاشن، باش يكون معنا مدام منيا غزايل وغيره وغيره وغيره. والبدايه باش تكون مع بونجور لي فيفي، نعمل لكم سيربريز في السبور زاد راهو. ايوه جود مورنينغ. جود مورنينغ، هاو ار يو؟ وينك وينك يا بروفي؟ صباح الخير، شو احوالكم؟ صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، مرحبا بكم في الماتينال. قريب توفى الجمعه، احنا في فورمه وان شاء الله ديما في فورمه، وان شاء الله نهارنا زين وكله خير يا رب ان شاء الله. الوغ نحب نقول بيان سور بونجور عربيه نوتخ شيف. صباح الخير، شنو احوالك فاطمه؟ لاباس صافا، ان شاء الله نهاركم زين يا ربي، ان شاء الله تعديوا معايا حسابيه. شنو باش نشوفوا معاك اليوم عربيه في الحلو؟ والله اليوم باش نعملوا جلاس سمارت شيف. عندنا البريباراسيون سمارت شيف سهله كيما نعرفوا فاطمه، صغيرات يحبوا برشا الجلاس وكي يجي نظيف ديما نحيروا شنو باش نعملوا حاجه في سافيت في. عندنا البريباراسيون نتاعنا سمارت شيف حاضره، جوست نحلوا الباكي نتاعها ونحطوا المحتوى اللي موجود لهنا في الباكو هذايا، نحطوه ونزيدوا عليه 250 مللتر حليب بارد، وبعديك نعملوا بالباتور ونحطوه اقل حاجه 3 سوايع في الفريجيدير. وبعديك علاش نخليوك تحطوا في الفريجيدير؟ شوف الايميسيون عربيه ما تتزنى في الكلاس. ماذا بينا معناها اللي كان عندنا ضيف ولا حاجه نعملوه قبل بليله، ومن غدوه ان شاء الله ناكلوه. باهي، ميرسي بوكو عربيه. احنا باش نستقبلوا معنا ابن الكسندر اللي هو كوتش نتاع دونس انديان. صباح الخير، شنو احوالك؟ صباح الخير، جود مورنينغ. جود مورنينغ، تحكي بلا يو سبيك انجلش؟ اي سبيك انجلش يس. نو نو، يو سبيك عربي. شويه احكي شويه So, well, Indian dance, you know, I mean, we have many, many different forms of dance, you know, both classical, traditional, you know, we have many varieties of Indian dances. And I am basically a Bollywood dance choreographer. You know, the Bollywood, you guys might be familiar about the Bollywood dance. We have to translate. قال هو عنده فهمتوا اي فهمت والله بالانجليزي. قال لي في الهند فما برشا انواع نتاع رقص، عندهم بليزيور فاريتي، واليوم باش يحكي لنا على البوليوود دانس على خاطر هو دونك هو سي ان بروف دو بوليوود دانس اللي باش نحكيو عليه اليوم في الماتينال. جو بوز ما كيستيون بيان سور ان انجلش بليز. يا ان انجلش، سو ماي كويشن از ايفن وات از سبيشال اباوت Bollywood dance. All right. Bollywood dance, are you familiar with Bollywood? Yeah. Like Hollywood, India has yes, Bollywood. Yes, yes. I'm pretty sure you must know about, you know, some actors, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai. Yes. Since I came to Tunisia, everybody is like... so you are familiar with Bollywood. So you must know, so in Bollywood, you know, it's full of life,
It's full of colors. It's full of you know expressions. You know the songs are so peppy. I mean, you just hear them, even if you don't understand the lyrics, even if you don't understand the language, the music is so you know peppy. It makes you feel like dancing. الله وحد عليا ما شاء الله. عندك سؤال بالعربي؟ بيان سور. اوكي تنجم شي تحكي اي تحكي لنا على التعاون نتاعك مع بي بي جيم. كان يو تيل اس اباوت يور كوبريشن. اي اكشلي اندرستود ذات. All right, so you are asking about my association with BB Gym. Yes. Well, yes, so I am taking classes in BB Gym. You know, so we did a trial and, you know, we had a very good response, you know, for people love the Indian dance and, you know, the Bollywood. So we had more than 50 people who came for the first trial. You know, it was a good response. And so then onwards, I'm doing regular classes every Thursday evening in BB Gym. You are most welcome. اوكي باش نترجم انا تو قال التعاون نتاعو مع بيبي جيم باش يكون عنده دي كور كل نهار خميس 8 غير ربع باش تعلموا معناتها الدانس نتاع معناتها الرقص الهندي هذا سورتو انا حكيت بكري مع رشيق قال لي راهو الرقص هذا حاجه نوفوتي في بيبي جيم وفي تونس ككل اون بلوس هو يحرق برشا كالوري يوصل حتى 700 كالوري في ما قالوش قال حاجه اخرى لا انا هذا مع رشيق مع العربي عارف زيد قال حاجه اخرى اني فهم في بيبي جيم الكور هذا الناس فما اقبل عليه برشا اكتوالمون عنده 50 كانديدا 50 اديرون معاه في الكور نتاعو في البوليو دانس مع بيبي جي اوكي ليتس سي يور كوريغراف مي بالما مي منبع طبيعي ريش مانيزيوم اي اون كالسيوم بالما اونو دون اكسلونت كاليتي انا جربت بالما وانتي وقتاش بالما سورس دو ناتور او كوتيديان
يعطيكم الصحة لي كوتش. نعاود لكم بليتو نقول لكم ابن الكساندر تلقاو كل نهار خميس 8 غربا في بيبي جيم. احنا توا نمشي ونشوفوا صار كيما اليوم ونرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم في صار كيما اليوم 4 أكتوبر. في نهار 4 أكتوبر من عام 1957 الاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنيك 1. وفي نفس النهار من عام 1967 تولدت الممثلة المصرية صابرين ياسين عبد الله. وفي عام 1969 جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجراءها تجربتين نوويتين. وفي نفس النهار من عام 1984 تولدت المغنية الروسية لينا كاتينا. وفي عام 2009 توفيت المغنية الأرجنتينية مرسيدس سوسا. كانت هذه صار كيما اليوم لليوم، نتلقاو المرة الجاية. هذه كانت صار كيما اليوم، واحنا صار معنا برشا حاجات مزيانه اليوم اللي احنا نستقبلوا مع بعضنا معالي وزيره المراه والاسره والطفوله وكبار السن السيده نزيهه العبيدي. مرحبا بك مدام. مرحبا بكم. وانا سعيده اني نكون معاكم وفي جو كله شباب يعيش وشابات، هذا يدفع الى التفاؤل. انا تونس بخير الحمد لله. مدام نعرف اللي الوزاره نتاعك ماهي سهله، سختوك فيها الفئات الحساسه الكل، نلقاو المراه نلقاو الطفوله نلقاو كبار السن، وبيان سور كل واحد فيهم فما برشا مراحل فيهم. معناتها المراه نلقاو المراه معناتها المراه التونسيه العاديه والمراه الريفيه وكل شيء. به هات نبداو باخر الانجازات اللي صارت في الوزاره مدام، اللي هي الاتفاقيات اللي صارت مع كبار السن او على الحاجات الباهيه لكبار السن، اعطينا عليهم فكره. شكرا. نحن الوزاره هذه هي بوابه المجتمع، من خلالها هي تنجم تعرف محرار المجتمع، تعرف شنو اللي فيه، شنو الاشكاليات اللي مطروحه، وهذيك هي الخط الامامي الاول اللي يتصدى لكل الظواهر المجتمعيه واللي تتوجد في المجتمع. بالطبيعه احنا البارح كنا احتفلنا باليوم العالمي لكبار السن، وكنا في السنه الماضيه عملنا اتفاقيه شراكه مع جمعيه اللي مشكورين جدا روتاري هذوما اللي عملوا برنامج اسمه احنا عملناهم بشراكه معهم، هو بضحكه كبارنا تزهى ديارنا. شنو الهدف منه؟ انا مشيت نهار العيد ونلقى كبار السن يشموا في ريحه اللحم ولكن ما ياكلوش، وتفطنت انه فما حاجه ناقصه. احنا نهديو المرايات ونهديو حاجات اخرين، فالاتفاقيه نتاع الشراكه هذه تمثلت في انه نعطيو طواقم اسنان نركبوا سنين فم كامل لكبار السن. وصلنا تقريبا 500 طاقم في عام ونص، مشكورة الجمعية أنها عملتها تبرعت بهم. يعني ساعات الطاقم يوصل زوز ملايين زوز ملايين ونص، يعني غالي الثمن نتاعو. انا نشكر الجمعيه انها كانت حاضره معنا. اي معالي الوزيره، خلينا باقي نحكيو مع على المسنين. تعرف انت المسن في تونس توا ولا يلاقي في برشا صعوبات، معناها نلقاو مثلا جيرات التقاعد ماهوش قاعد ياخذ فيها في وقتها وماك شفت معناتها فما برشا حالات شنو صار. نلقاو مثلا في دور المسنين مش اي حد ينجم يمشي لدور المسنين، وهي بيدها وضعيات الدور هذه. مشيت لها ومشيت لها يا فاطمة وشفت ساعات حالات مش توجع القلب أكثر من اللي توجع القلب، اللي ساعات تحس اللي غاديكا مظلومين، مظلومين من العباد ساعات اللي تخدم غاديكا يخافوا منهم. فما شكون تلقاه يخاف منها، علاش يقول لي ما تحكيش قدامه وقت كي مشينا، راهو بعد راهو يكش عليا، راه بالحق راهو معنا الوزيره احنا اليوم بالحق والله حاجه توجع القلب وريتها بعيني. انا الوضعيات هذوما كلهم كنت نعرفهم عن كثب، وكنت نقوم ديما وما زلت نقوم بزيارات فجائيه باش نقف على الوضعيات اللي موجوده. احنا يلزمنا نفرقوا ما بين كبار السن، خاطر احنا معدل امل الحياه في تونس وصل حتى 76 سنه، من 60 ل 76 سنه. احنا عملنا برنامج وسميناها كبار السن بالفرنساويه لي سينيور، علاش؟ على خاطر السن نسميوها السن الذهبيه اللي هي من 60 ل 76 سنه، اللي الانسان يكون عنده خبره ويكون في صحه جيده الى اخره. بالنسبه للمسنين اللي يتجاوز 65 سنة، هذا كان نقوله مسن. احنا كدولة وكحكومة مهمتنا ان نتلهو بكبار بالمسنين فاقدي السند، اللي لا عنده لا عائلة ولا حتى شيء، وفاقدي السند هذوما يجيوا في المراكز ايواء كبار السن اللي هما موجودين عندنا 12 مركز موجودين متوزعين على كامل تراب الجمهورية. والمراكز هذوما فيهم خدمات
خدمات صحية، فيهم خدمات نفسية، فيهم خدمات اجتماعية. إضافة إلى ذلك عندنا الإيداع العائلي، هو أنه الوسط العائلي هو الأمثل بالطبيعة، ماهوش نحطوه عند بنته ولا ولده، لأنه الولد البنية ولا معناه يزني تلهى بأمه وأبوه في القانون، أنه يزني تلهى بأمه وأبوه، وكذلك الأصول والفروع من الأم والأب، معناه مماته بالقانون يزني تلهى بها. فعنا الإيداع العائلي هما ناس تقريبا عنا 150 مسن موجودين في عائلات، والدولة تعطي للعائلات هذه 200 دينار، احنا كانت 150 دينار، السنه رفعنا فيها المنحه هذه ولات 200 دينار، ما باش نشجعوا الناس انها تحتضن كبار السن في الاسره نتاعها. يعني نعرف من 150 دينار ل 200 دينار معناتها ال 50 هذيك في قداش من عائله، اوكي مبلغ ومعاك 200 دينار، 200 نعرف أيه. نعرف معناتها ولات 200 دينار نتاع 50 هو ديجا زدتوا برشا في الميزانيه. مي مع اعتبار انه الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس معناها خاصه الظروف الاقتصادية، ولكن الدولة كي تعمل مجهود كبير برشا في قطاع مهم اللي هو قطاع كبار السن، ما فماش كان هذا برك. تو تشوف معناها الدولة شنو اللي قاعدة تعمل بالنسبة للطفولة، بالنسبة للمرأة في الوسط الريفي، بالنسبة للمرأة السجينة، بالنسبة راهو الوزارة كيف تراها ترى ايفونتاي كبيرة، مروحة كبيرة برشا تلم المجتمع كامل. خلينا منزلنا مع المسنين، معناتها اللي خذوا التقاعد وقاعدين في الدار، اسكو خممتوا فيهم؟ خممتوا اسكو فوالا يعاودوا ينفعوا المجتمع بطريقه اخرى؟ احنا على كل حال في البرنامج نتاع الوزاره احنا ديما نقولوا انه توا وصلنا مرحله متقدمه برشا، وان شاء الله يصير مجلس وزيري قريب، ان عملنا مجله، اول مجله في العالم لحمايه كبار المسنين، هذه بادره اولى في العالم، باش ناكد عليها انه خذينا احنا الانيشيتيف بالمبادره هذه وعملنا المجله هذه. اثنين، بالنسبه للمتقاعدين احنا ما نقولوش متقاعدين لانه هو يحال على شرف المهنه، واحنا عندنا برنامج انه قبل بعامين من الاحاله على شرف المهنه لازم انك تعدوا نفسيا واجتماعيا وتاهلوا انه راهو الحياه ما تقفش بعد 60 سنه، بالعكس الحياه تتواصل ويزمك تعمل مشروع حياة. وإحنا عملنا بنك الكفاءات لكبار السن لأنه معنا في تونس ناس عندهم خبرات كبيرة، وما ننساوش اللي راو تونس من 56 إلى الآن ما تبنتش من فراغ، تبنت من كفاءات تونسية، نساو رجال اللي كانوا مهندسين وكانوا إطارات كبار 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 برشا اللي نجموا نستنفعوا من خبراتهم في تونس، وكذلك نصدروا الخبرات هذية. إحنا باش نعملوا البنك هذية نتاع الكفاءات اللي ناويين ان شاء الله باش نحطوه، احنا قاعدين نلموا معناها في الكفاءات هذه، واحنا دورنا ان باش نحطوهم في علاقه مع فما في لي ناسيون زوني في الامم المتحده، فما حاجه اسمها لي فولونتير دي ناسيون زوني، المتطوعو او متطوعات الامم المتحده. الناس هذوما يمشيوا يخدموا في مشاريع وفي برامج ويعطيوهم منحة ويعطيوهم الإقامة ويمشي ويعرفوا بالكفاءات اللي عندنا تونسية، وبعدين يرجع ينجم يقعد 6 أشهر، ينجم يقعد عام، ينجم يقعد عامين. المهم هو أن احنا نستفيدوا من الخبرات هذه باش نسوقوها لبرا والخبرات تكون موجودة في تونس. الطفولة، أنا باش نحكي على الطفولة وسيادتك مدام نزيها في 2017 قلت اللي هي السنة الوطنية للطفولة، وتفرجنا احنا في البلاتو وقتها، وكنا أنا واحدة من الناس كنت ياسر متفائلة اللي من أبارتيغ من 2017 باش تكون بخيس، معناتها مش باش نقضيو على جميع المشاكل ولكن الوضعية باش تتحسن. فما رعنا أنه السنة أنا معناتها شفنا برشا حاجات، شفنا صغيرات يتظاهروا على خاطر ما ينجموش يمشيوا للمكتب مثلا، شفنا اس او اس اللي انا ديرنييرمون اللي سكرت، وسؤالي ما تسكرتش كانت مش تسكر. دونك حبيت نعرف وضعيه الطفل اليوم
بعد الشعار هذايا نتاع 2017 سنه الوطنيه للطفوله، وكيف كيف شنو وصلنا في ملف اس او اس سيليانا. الطفوله في تونس وقت اللي خذيت الملف نتاع الوزاره في 2000 اخر 2016 فتحنا قلنا 2017 وكان السيد رئيس الحكومه اعلن انه 2017 السنه الوطنيه للطفوله. شنو هي معناها؟ ماهوش شعار، هو انه قمنا بتقييم كامل لوضع الطفولة في تونس والوضع الطفولة للمراكز المندمجة اللي احنا نشرف عليها والنوادي المتقلة والراديواب وأوضاع الطفولة في مختلف، وسميناها سنة تقييمية سي لاني دو ليفالواسيون باش عرفنا النقائص وعرفنا قداش من وليد يمشي للروضة، قداش من وليد صغير يمشي للروضة، شكون ما يمشيش للروضة إلى آخره، وعملنا خارطة باش عرفنا بالضبط قداش من صغير ما يمشيش للروضة مثلا حق الأطفال أنهم يكونوا كلهم موجودين في الروضة. فلقينا أنه 36% برك من الأطفال من يمشيوا للروضة، فعملنا برنامج اسمه روضتنا في حومتنا. قلنا 2018 هي سنة ثورة من أجل الطفولة، سي لاني دو لا ريفولوسيون بور لانفون. فاش تمثلت هذه؟ هو انه انتقلنا من دوله كانت تتمكن العائلات المعوزه العائلات الفقيره كانوا 3000 روضه البلديه. احنا قلنا هذيك روضه البلديه تنفصل لكم باش المواطن يعرف يفهم شنو مشمولات الوزاره باش ما تقعش التدخل ما بين وزارات اخرى. دونك بالنسبه لينا اللي عملنا خارطه عرفنا وين باش نجموا ندخلوا روضتنا في حومتنا. الدوله كما رينا بالنسبه لكبار السن تعطي في منح وتعطي في عديد الاشياء، خاطر نسيروا فاحنا في المراكز نتاع كبار السن ونعطيو ساعات مركز من مراكز كبار السن نعطيوه في المليار ومليار ونص باش يسير المركز هذاك الدوله تعطيه. بالنسبه للطفوله فما في حدود السنه الماضيه كانوا عندنا 3000 طفل الدوله تتكفل باش تعطيهم تخلص لهم الروضه نتاعهم في كامل تراب الجمهورية. انتقلنا في ميزانية 2018 إلى 8445 طفل. تتصور أنت ما ضربناها في ثلاثة مرات. هذا مجهود الدولة، معناها الدولة قاعدة تتلهى بمختلف شرائح المجتمع وتتدخل باش الوليدات الصغيرات يمشيوا للروضة مجاناً، هي اللي تخلص لهم. والوزاره هي اللي تختار الاطفال هذوما ولا مش الوزاره؟ احنا قلنا عملنا خارطه باش عرفنا ان هي المعتمديات المعتمديات والمعتمديه نبعثوا لها تبعث لنا جرد في الاطفال هذوما ونتابعوا راهو باش ما يتعداش علينا باش ما يزلقش طفل لاباس عليه في الاطفال هذه، ما احنا نتابعوهم مليح مليح ويتم تمويل هالروضات. مع الوزيره خلينا باقي مع الطفوله. بالنسبه اس او اس سيليانا هي منظمه اس او اس تعنى بقرى الاطفال، هي منظمه عالميه وجات لتونس في 81. قريه اس او اس سيليانا فيها اشكاليات كانت مطروحه، ولكن احنا ما نخافوش من الاشكاليات، احنا جينا باش نحلوا الاشكاليات. فالبارح صار اجتماع في الوزاره واللي تم هو انه تعهدت وزاره المراه والاسره والطفوله كبار السن ان باش نعملوا اتفاقيه شراكه، وكي نقولوا اتفاقيه شراكه فما برنامج عمل باش يتم تمويله. وزاره الشؤون الاجتماعيه كانت تعطي في 50,000 دينار للاس او اس سيليانا باش ترفع فيها القيمه هذه حسب كذلك برنامج عمل، ماناش نعطيو في فلوس الدوله ولو في فلوس الشعب هكاك حسب البرنامج. والاتفاق هو انه زاد السيد الوالي سادة اعضاء مجلس نواب الشعب وكذلك السيد رئيس بلديه سيليانا قالوا انهم باش يهيئوا اعاده تهيئه القريه هذه ثم انه فما لجنه وطنيه والجمعيه اس او اس تعهدت بانها تعلق كل البرامج اللي هي كانت باش تعملهم من الاغلاق وتحويل الام الى اخره. معناها البارح كيف خرجنا متفقين انه الدوله تتحمل مسؤوليتها والجمعيات هذوما اللي يجيونا من معناها الجمعيات الدوليه زاده هي معناها تتحمل مسؤوليتها وتبقى صوت الدوله
هيبة الدولة هي فوق كل اعتبار. إذا مش تتغلق لن تغلق. مادام فما إرادة سياسية أنه ما نغلقوش حتى حاجة تمس الطفولة. باهي خلينا في الطفولة، مازلنا تعرف معالي الوزيرة اللي فما برشا مشاكل صاروا مع الطفولة. نلقاو برشا اغتصاب وتعنيف للطفولة، نلقاو رياض الأطفال فيهم برشا تجاوزات. نلقاو كيف والله هو رسالة معنا باش نبلغها كيما وصلتني، خريجي معهد كارتاج درمش اللي عندهم برشا مشاكل، اللي هما خدمتهم تأطير الطفولة وكل شيء، اللي يلقاو روحهم ما ينجموش يخدموا باش هيدهم. دونك نعرف اللي هما برشا أسئلة. دونك باش احنا نكونوا واضحين ونمشيو فرد تسلسل. بالنسبة للاعتداءات الجنسية والاعتداءات بشكل عام، خاطر احنا ملي صدقنا على الاتفاقية نتاع لانزاروتي وتمت المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب، شنو هي الاتفاقية هذه؟ تنص على انه صراحة انه فما اعتداءات جنسية تمس الأطفال ذكورا كانوا ولا بنات ولا أولاد، وهذا يرتبط بالقانون الأساسي المتعلق بالعنف ضد المرأة واللي حاطينها فيه المرأة عبر مراحل حياتها، معناها الكلها تبدا من البنية صغيرة حتى للمرأة المسنة، لأنه العنف اليوم ولا يمس كل شرائح المجتمع ويمس مختلف الأعمار ويمس البنات كما يمس الأولاد. هذاك علاش نقول أن للوالدين ردوا بالكم برشا 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 على أولادكم، حلولهم عينيهم، وريهم اللي راهو ما يلزمش يعطي الثقة للناس الكل، ولأي إنسان يغريه بكعبة حلوة ولا يمشي معاه ولا واحد ما عنده كان القرابة والأهل متاعه أم وبوه حتى القرابة قرابة قريبة جدا باش يحافظ على نفسه ويحل عينيه والتربية، أنا كي نقولوا نربيه على كيفاش يحافظ على حرمته الجسدية، ما يخلي حتى حد يمسه بالضبط، ما يمسني حد، ما يقربني حد، لانه حتى ما مس هكا احنا ناخذوها على باب الدعابه والى اخره، ولكن تنجم راهي تتحول الى اشياء اخرى. فاحنا ديما عندنا برنامج ان شاء الله بدينا فيه وباش ننفذوه على هذاك، قلت لك راهو احنا عندنا سنه الثوره من اجل الطفوله، سي لاني دو لا ريفولوسيون بور لانفون، باش نمكنوا الاطفال من الجوانب القانونيه اللي تحميهم وكذلك من برامج ومشاريع. واخر مره اصدر في مجلس وزاري امر حكومي يقر بأنه حتى الأولاد اللي موجودين عنا في المراكز المندمجة للطفولة غيرنا لهم حياتهم، طريقة الحياة فيها، أنه يولي يمشي يشري حوايج وحده، احنا نعطيهم فلوس بل كانوا ما يشريوش حوايجهم، تجيهم نعملوا طلب عروض وهما ياخذوا، احنا حبيناهم كما أولادنا احنا في ديارنا ندلوهم وعنده بيته الخاصة وعنده مصروفه. هما ثلاثة في البيت هون والمنمو توا مدام بالأمر الحكومي جديد باش يولي كل صغير عنده بيته خاصه به زينها كما يحب، الالوان اللي يحب فيها اندريسينغ، باش نبداو بمشروع نموذجي ومن بعد باش نطوروا هذا. عملنا التجربه سناء انه الوليدات الصغار زاد راهو تكلف على الدوله برشا، كانوا ياخذوا زوز معناها لبسات مره في الشتاء ومره في الصيف وما يمشيوش يختاروا. سناء عملنا تجربه جديده انهم يمشيوا نهار العيد كما اولادنا الكل يمشيوا يختاروا لبستهم تاع العيد، اعطيناهم سناء اون انفلوب فيها 150 دينار. الوليدات هذوك ما تصوروش قداش فرحوا وقت اللي اول مره يكتشف الجسد نتاعو ويكتشف انه ينجم يختار الالوان، ينجم ينسق الالوان ويتصرف كيف ما اي انسان في الفلوس. هذه هي التجربه الحياتيه وراها حاجات اخرين بيداغوجيه انسانيه ان شاء الله نتوصلوا باش نعملوها، باش نوريك اللي مجهودات الدوله وفما اراده سياسيه للنهوض بالمجتمع بمختلف الشرائح. بعدها التجاوزات ولا الاعتداءات الجنسيه عملتوا لها معناتها فما قوانين رضعيه جدا باش تحافظ على الصغيرات هذم وكل شيء. باهي وحكيت رياض الاطفال، اسكو فما مراقبه؟ سختو هاني قلت لك حكيت كارتاج درمش كان عندك معناتها ولا اصحاب شهائد والمراقبه نتاع رياض سختو. احنا عندنا الاشعارات نتلقاوها، وهنا نقول كل مواطن في تونس هز تليفون رقم 1988، خاطر انتم عديتوه بكري غالط صحوه 1988، وقولوا وابعثوا لنا مراسلات قولوا راهي رينا روضه عشوائيه، واحنا كل ستة اشهر ولا كل ثلاثة اشهر ساعات نهبطوا قائمه في الروضات اللي هي مرخص فيها، ونقول زاد للاولياء من حقك انك تطلب
كي تدخل للروضة تطلب إذا كان متحصل على البتين ده ولا لا. الروضة هذيك من حقك تقول اعطيني عندك بتين ده ولا لا. اذا كان ما عندوش بتين ده متقيدش ولدك راهو عشوائي وعنده الحق كي يشكي بالرياض الاطفال اذا كان فما تعنيف ضد صغاره ولا حاجه. طبعا احنا توا نستناو ان شاء الله في مجلس نواب الشعب انطلقنا وفما قانون رياض ومحاضن الاطفال اللي هو يمشي حتى للقانون الاساسي يمشي حتى للجوانب الزجريه. توا احنا قعدنا في مع كراس شروط نسكروا برك لا توا ما عادش نسكروا توا راهو اذا كان فما تجاوزات كبيره لابد من الردع لابد من تطبيق القانون في يمشي للغطيه ويمشي للسجن الى غير ذلك لانه احنا عندنا مجله حمايه حقوق الطفل ولا يمكن ان نتنازل عن حق الطفل في الكرامه وفي الحرمه الجسديه. معناها ماناش نصل نعملوا القوانين، القوانين ما تولي معناها عندها قوتها الا ما تنفذها على ارض الواقع. كارتاج درمش سامحني مدام بالنسبه لخريجي اطارات درمش تعرفوا قالوا الانتدابات ماهيش متوفره لكن انا نحب نوجه لهم هنا تحيه ونحب كذلك نوجه لهم عتاب لانه ثلاث مرات هبطنا ديزابيل ا بروبوزيسيون. قلنا لهم نعطيوكم تلموا ثلاثه اربعه مع بعضكم نعطيوكم روضه حاضره جاهزه كليوما ونعطيوكم قرض تبداو ترجعوه بعد عام في اطار مشاريعنا اللي هما برنامج رائدة للإطارات. ولكن ثلاثة مرات هبطت لا بروبوزيسيون في وسائل الإعلام الكل وما جانا حتى حد، الكلهم يجي ويحبوا يخدموا في الحاك. هذايا مش ممكن لانه احنا هاو ما نعطيك روضه تدخل لها ما عندك ما تعمل فيها حتى شيء جوست انك تدخل وتخدم وتنجم راهو المشروع من بعد ينجم يكبر تكون روضه من الاول تردها خاصه في المناطق النائيه وفي المعتمديات ذات الاولويه ينجم من بعد يردها مدرسه ينجم يردها محضنه واحنا نواكبوهم ونمشي معاها. دونك احنا هنا نقولوا راهو بالنسبه للانتدابات نعرفوها في تونس كلها ما فماش، احنا متفائلين نقولوا ان شاء الله الوضع في تونس يستقر ويتحسن ولكن احنا ديما نفكروا في الجوانب الاخرى الحلول البديله. الحلول البديله قدمناها وهنا نقول لهم مرحبا بكم تلموا مع بعضكم اجوا نعطيوكم المشاريع لانه فما امكانيه تعاودوا مرحبا بهم. هذه برنامج رائده برنامج رائده قاعد ماشي هو حتى 2020 خصصنا الواحد دونك مرحبا بهم احنا منفتحين على كل. نرجع لك شويه على الكلام قبيليك على حمايه الاطفال من الاعتداءات الجنسيه، حكيت على القوانين الصارمه اللي توا قاعده ان شاء الله اون كور. باش نرجع لك المطلب ادراج الثقافه الجنسيه في المناهج التعليميه، برشا اولياء قعدوا ما بين معناها مؤيد ومعارض، سورتو اللي الحكايه هذايا بتتر ماهيش مسؤوليه الصغير، مسؤوليه المجتمع المدني مسؤوليه المدارس ولا مجتمع معناها المجتمع الكل مش مسؤوليه الصغير، ويخافوا على تدخيل هالحكايات بتتر ماهيش في عاداتنا شويه. لا لا هو المفهوم المتقبل فهموا فهم ربما احنا ما وضحناش بما فيه الكفايه. احنا وقت اللي هذيا كانوا فما دي كلوب موجودين مع وزاره التربيه في المؤسسات التربويه هي كانت تهتم بالامراض المنقوله جنسيا كيما السيدا وكيما السيفيليس وكيما غيرها وكانوا يعرفوا التربيه الانجابيه كان يسميوها التربيه الانجابيه لكن وليد صغير معناها تعلموا التربيه الانجابيه. احنا قاعدين نفكروا في تسميه اخرى. احنا الغرض نتاعنا مش باش نعلموا حاجات اخرى، احنا باش نقولوا له راهو فما امراض منقوله جنسيا، راهو يمكن تتعرض الى الاعتداءات، راهو كل ينجم انسان يتعامل معاك على اساس انه معناها باش يحميك ولا واحد راهو ينجم يستغلك جنسيا. والتربيه هذه كلها هي باش تكون الاولياء توعيه الاولياء كيفاش يحكي مع صغيره باش الحرمه حمايه الحرمه الجسديه ووقايته من الامراض المنقوله جنسيا وغيرها. ينجم راهو منقوله جنسيا مش بالضروره في علاقات، لا تنجم تكون منقوله جنسيا انه يمشي المكان من الاماكن وما ياخذش الاحتياطات اللازمه وما يقعدش في المكان هذاك بالطريقه اللازمه فينقل له ذلك المرض والحاجات. هذه هي الفكره اللي عندنا. ثم احنا فما الجانب التثقيفي للاولياء
كيفاش يعلم ولده يرد باله على نفسه، كذلك كيفاش زاد المربي في القسم يتعامل مع التلميذ هذاك باش يثقفه. في سن المراهقه شويه معناها غير مدام هو على اي حاجه انت معناها احنا كيف نقولوا احنا عملنا استراتيجيه الطفوله المبكره من صفر معناها من الوقت اللي يتكون صغير حتى ثلاثة سنوات. ثلاثة سنوات هذيك انت تنجم تعلم فيه كل شيء للصغير يفهم، خاطر ثلاثة سنوات هما الألف. بالدراسات تبين أنه الألف يوم في حياة الطفل، وهنا نتوجه للأولياء، راهو الصغير حياته مربوطة فيك الألف يوم اللي يتولد فيهم ويكبر فيهم، وذلك علاش ثلاثة سنين الأولانيين هما اللي يخليه الانسان فيما بعد متوازن ونبنيه شخصيه الطفل. هذاك علاش نقولوا ردوا بالنا ديما في الثلاثه سنوات الاولى، نتلهوا بالصغير، نلعبوه، نتلهوا به، نوكلوه مليح، نضحكوا معاه، نحبوه، نعنقوه، نعطيوه الحنان، نعطيوه العطف، نعطيوه المحبه الضروريه، ونقولوا له ديما الكلمه الباهيه، وديما نشجعوه حتى كان يتيح نقولوا له توا تقوم. نحميوه من اشكال العنف، ونحميوه حتى من العنف اللي احنا ساعات نقولوا كاولياء، نقولوا في عوض نقولوا له حاجه ايجابيه نقولوا له الحاجه الخايبه. لا ما يسالش، معناها انه التجارب الحياه كبيره برشا، وانه كيبدا صغير يتعلم انه يكون شجاع وتكون عنده الجراه وانه عنده ثقه في نفسه انه يواجه مشاكل الحياه، يكونوا فك ثلاث سنين الاولانيين. هذاك علاش معناها بالنسبه لنا هذه الاستراتيجية متعددة القطاعات اللي بعد المصادقة عليها في مجلس وزاري أصبحت ملزمة لكل وزارة، أنه كل وزير، وإحنا نخدم مع الوزارات الكل، أنه كل وزير والمجتمع المدني يتحمل مسؤوليته في هذا المجال. معالي الوزيرة بيان سور ما نجموش ما نحكيوش على المرأة، معنا وزيرة المرأة. المرأة بيان سور نحكيو على برشا نساء في تونس، نحكيو على المرأة العاملة، نحكيو على المرأة اللي في الدار، نحكيو على المرأة السجينة، نحكيو على الأم العزباء، نحكيو على المرأة الريفية، دونك نحب نعرف لهم برشا. مي شنو مجهودات الوزارة لهنا؟ انت كاينك معنا في الوزاره، معاكم انا ملالي كاينك معنا تعرف برامجنا، لانه احنا نهتم طبعا بالمراه اينما وجدت وفي كل القطاعات، ما نفهمش هذا، كنا متساويين في القانون وامام القانون، ولكن من بعد عندك فئات هشه اللي هي اقل، معناها ما تنجمش تدافع على نفسها، ما عندهاش حمايه وما عندهاش وقايه. فالدوله في الفصل 46 من الدستور تقول انه الدولة محمولة عليها الجانب أنها تدافع على وتضمن حقوق النساء. كيف قسمنا شرائح المجتمع هذوما الكل، أنا فما كلمة ما نحبهاش برشا وما نحبهاش بكل، هي الأمهات العزباء. علاش ما نقولوش الأب الأعزب ونخليه الأم تتحمل تبعات هالكلمة هذية؟ هي أم وفقط، نقطة وتبقى هكاكة. هي أم عندها حق الأمومة، أخطاء الحياة وزلات الحياة، وأحيانا ما نختاروش راهو مصيرنا، تجي دي زاكسيدون دو لافي. فالحاجات هذوما علاش تقعد المرأة وحدها تتحملها، تتحمل مسؤولياتها. كذلك الأطفال اللي هما نقولوا احنا مولودين خارج إطار الزواج إلى غير ذلك، علاش نحملوهم أعباء لم ما كانوش هما شركاء فيها وإلا هما سبب فيها. دونك احنا في المجال هذايا بالطبيعة كما ريتوا عندنا استراتيجيه وطنيه صدقنا عليها عم نيول في المراه الريفيه بما فيها النقل، التغطيه الاجتماعيه اللي ان شاء الله باش نمكنوا اكثر من 500 الف امراه في الوسط الريفي باش تكون عندها التغطيه الاجتماعيه ان شاء الله، معناها بمناسبه اليوم العالمي للمراه الريفيه 15 اكتوبر اللي احنا باش نحتفلوا به يوم 25. عندكم ستاتستيك مدام؟ عندنا ستاتستيك اللي نشوفوه، معناها كيفاش كان ريت نقصوا شويه بارابور لعم نيول، ولكن احنا مش فرحانين انهم نقصوا، احنا ماذا بينا يتنحوا كومبليتوم. علاش جرايه يقعدوا في ديارهم ما يخدموش؟ لا مادام ما تنجمش تعطي جرايه، احنا توا اذا كان عملنا التغطيه الاجتماعيه، التغطيه الاجتماعيه للمراه اللي تخدم موسميه، خاطر النساء هذوما اللي ترى فيهم تراهم هما نفسهم ما يتنقلوا من الضيعات، من نفس النساء تقريبا يمشيوا في موسم الزيتون، يمشيوا في موسم البرتقال، يمشيوا يدوروا على الضيعات وكذا. هذاك علاش انا قلنا التغطيه الاجتماعيه ضروري
ضروريه للنساء هذوما، باش وقت اللي يصير اي شيء تنجم تتمتع بالتغطيه الاجتماعيه. راهو ماهوش هذا العرف نتاعها باش يفلت ما يعطيهاش التغطيه الاجتماعيه، من واجب عليه انه يعطيها التغطيه الاجتماعيه. اما اذا كان هي تخدم وحدها، احنا حسبنا لقينا انه تخدم في العام، في الشهر عفوا، في العام في الموسم تخدم 35 يوم، معناها في الموسم لا شهر في تقريبا، ما تمكنهاش من ال 45 يوم هو يلزمها باش تنجم تعمل التغطيه الاجتماعيه. القانون حبينا نهبطوا ل 35 يوم باش نجم المراه هذه اكثر فئه من النساء في الوسط الريفي، وهي بنفسها تمشي تخلص التغطيه الاجتماعيه نتاعها، باش وقت اللي توصل عمرها 60 سنه المراه هذه تاخو التقاعد نتاعها وتقعد مرتاحه، وما تقعدش على لا على المجتمع ولا على زوجها ولا على ابناء. احنا ديما نحبوا المراه تقعد ديما عندها كرامتها بالضبط. والكرامه ما تتشري بحد شيء. مشكوره معالي الوزيرة المراه والاسره والطفوله وكبار السن السيده نزيه العبيدي على المعلومات اللي اعطيتهم لنا، ومرحبا بك في كل وقت. وانا نحب نقول معناها وزيره الحياه كما انت قلت، نحب نسمي الوزاره وزاره الحياه، وهي بالحق وزاره الحياه، خاطر تشمل كل الفئات اللي نقول انا بازي عليها المجتمع. نلقاو الصغيرات، نلقاو المراه، نلقاو المجتمع شطر الاخر. صحيح. مشكوره معالي الوزيره نزيه العبيدي، مرحبا بك في كل وقت. احنا نخرجوا فاصل ونرجعوا.